بارا قالت له هوتارو هو الحبل ليه كان موجود في الفيلم ومحدش يعتبره كدليل هوتارو قال لها علشان الحبل مش جزء من الخدعة وقالت له طب ليه هونجا ركزت على كل الدلائل فضل يبص عليها ومش عارف يقول ايه ابارا قالت له بصراحة عجبني الجزء الاخير واتفاجأت على العموم انا رايحة النادي اشوفك بعدين هوتارو فضل يفكر وقال هو, هو انا اهملت في حاجة او السؤال كان مختلف وهو بيفكر كده فجأة جه ساتوشي وخدوا الخضة دي ساتوشي قال له وفي حاجة قال له مفيش اي حاجة هنا قال له وانا عايز اسالك سؤال هو انت شفت اباره قال له هي رايحه النادي هنا قال له هو ممكن تكون هونجا اخطات في حاجه او القصه تكون فيها خدعه هنا قال له ساتوشي وانت بتقول ايه مفيش اي غموض ومفيش اي خدعه اصلا طبعا هنا هو فضل يبص عليه هو قال له ساتوشي انا ما عنديش اي حاجه تانية اقولها هو قال له طب انا كمان رايح البيت ما تستنى نروح مع بعض ساتوشي راح وسابه لقيت شتاندا وقالت له ممكن اتكلم معاك في موضوع قال بخصوص الفيلم وهما بيتمشى قالت له بصراحه مش عارفه هقول لك ايه هو قال مش عاجبك الفيلم ولا رايك زي ابارا وساتوشي قالت له مش عارفه بس حاسه انه في غلط في الفيلم ده خلينا نفكر مع بعض وما نستعجلش ممكن نتمشى جنب النار هو قال لها طبعا هنا قالت له بصراحه انا حاسه ان القصه دي فيها غموض وغريبه حبتين قال لها وانا كمان هو انتي عندك راي تاني غيري انا قالت له مش عارفه بس اهم حاجه ان انا واثقه فيك وطارو قال لها لو عندك اي حاجه تقدر تقولي لي عليها علشان نساعد بعض هو له بصراحة أنا حاسة إن وانجا عندها كل الأجوبة اللي أنت عايزها لأنه نانا كانت صديقتها وليه هي مش زعلانة عليها وكمان شاركت معانا في كل السلسلة دي هنا هوتارو قال لها بجد أنت عندك حق يعني كأنه المرة دي تشتاندا هي اللي حلت اللغز وقال بجد كنت فاكر ان المشكلة دي بسيطة انا بجد واحد غبي وقالت له بس بصراحة انا ما عملتش اي حاجة راح البيت وهو بيفكر بكلام تشتاندا لانها المرة دي هي اللي قدرت تحل اللغز تقريبا وقال انا ما عنديش اي فكرة هو انا للدرجة دي غبي وما عنديش اي مهارات اصلا تاني يوم راح التقى مع ايراز وشكرته علشان هو اللي حل اللغز بس قال لها انت غلطانة انا ما عملتش اي حاجة اصلا هو قال لازم تقوليلي على كل حاجة انا حاسس ان كل حاجة في الفيلم ده غلط وانتي اللي لازم تقوليلي هنا قالت له وانت ليه زعلان اصلا قال لها علشان انت قلتيلي ان انا عندي مهارات بس انا ما عنديش اي مهارات اصلا وقالت له وانت ليه مش بتعرف قيمة نفسك اصلا قولي ايه المشكلة وادها الورقة دي فيها كل التقارير وكل الطلاب قالوا رأيهم بس كل واحد عنده رأي مختلف عن التاني تماما علشان كده هو كان وكان متفاجئ وقال لها انا حاسس ان غنجة كتبت السيناريو ده نفسها وبس ايريز قالت له وانت بتقول ايه اهم حاجة انه فيه قتل في قاتل في الفيلم وقال لها طب ليه الطالب قال انه في حد كان بيصور وده يمكن يكون عمل كل ده طب انت ليه قلت لي ان الواحد لازم يعترف بقدراته ليه كذبت عليا ايريز قالت له لو شايف ان انا كذبت عليه فده بيرجع ليك وراحت البيت كانت بتتكلم مع حد وقالت انه بجد هوتارو شخص غبي واكيد صدقنا يعني اريز عارفه حاجه ومش عايزه تقول تاني يعني يوم اتقابل مع تشتاندا وقال لها انا عندي فضول نفسي اعرف السيناريو الاصلي اللي كتبته هونجو تشتاندا قالت له انا كمان اصل احنا شاهدنا الفيلم مش مكتمل ولازم نكمله وقالت له على فكره مفيش اي حد غير السته اللي احنا شفناهم وانا للحظه كنت مستوانه بهونجو بس بصراحه هي عندها مهارات وهو في البيت كان خارج وكانت اخته معاه قالت له وانت رايح للمهرجان الثقافي اكيد هيكونوا بنات حلوين هوتارو قال لها وانتي بتقولي ايه وهو رايح اتقابل مع ساتوشي قال له انا حشارك في النادي الخياطة وراح عندي ابارة قال لها بجد لبسك جميل جدا طبعا اتكسفت وقالت له بلاش تتكلم معايا بالطريقه دي لما وصلوا المدرسه استغربوا بالاجواء دي طبعا ساتوشي بيحب الاجواء وقال انا بجد هقضي وقت جميل جدا وقال لهم انا لازم اروح علشان ما اضيعش وقت هوتارو قال لي ايبارا ما تخليش الموضوع يزعجك هنا لقوا تشتاندا موجوده وقالت لهم مش لازم نضيع اي وقت ولازم نعمل جهدنا علشان ننجح طبعا قالت لهم هنبيع اكتر عدد من النسخ طبعا اتفقوا ان هما في المهرجان ده يبيعوا نسخ المختارات بتاع النادي الكلاسيك وقال لهم كل واحد هيعمل حاجه زي ما عمل ساتوشي وعمل حاجه غريبه هنا قالت لهم تشتاندا لازم نبيع اكبر عدد من النسخ وكل واحد هيعمل طريقه مختلفه وقالت له تارو انت كمان لازم تعمل كده قال له وانت لازم تاخديني يعني بصوا ساتوشي عامل ازاي هو اللي جاهز للمهرجان ده هو قال لهم انا هقول لكم تعملوا ايه هوتارو قال تشتاندا دائما مستعدة، ساتوشي قال لهم نادي كلاسيك موجود في آخر السطر، هوتارو ابتدى يتخيل تشتاندا وهي في نادي المهرجان وقال أكيد مش هتكون مبسوطة بس طبعا العكس، وقالت لساتوشي ممكن تقولنا اقتراحات تانية وقال لهم لازم نشارك في كل المسابقات علشان نظهر نفسنا وكلهم يعرفونا، هوتارو قال له هو انت بجد بتتكلم بس تشتاندا قالت له فكرتك عجبتني وقال لهم خلاص انت هتعمل اعلانات. وتستاندا هتروح علشان تلاقي مكان وقالت له خلاص هنبدا دلوقتي خطه بتاعتنا ولازم ننجح علشان كده لازم نبيع اكبر عدد من النصه وكلهم اتفقوا مع بعض وكانوا جاهزين اول واحده راحت تستاندا علشان تقابل المدير الشخص ده قال لها وأنا أقدر أساعدك في حاجة قالت له أنا عايزة المدير التنفيذي تناتي وقال لها أنا هنا قالت له أنا تشتاندا رئيسة النادي ممكن تدينا أفضل مكان في النادي وقال لها بالسهولة دي هنا قالت له خلاص أنا ضيعت وقتك واعتذرت منه وهي رايحة قال لها استني هي دي القواعد بصراحة ولازم تشرحي موقفك علشان اقدر اساعدك هنا قالت له على كل حاجة وقال لها بجد عندكم مشكلة علشان كده انا هشارككم الغرفة بس لازم تاخدي اذن الطلاب التانيين وتشتغلوا مع بعض انت شتاندا فرحت جدا ابارة راحت للفصل جيم وقالت للبنت دي هو انت ليه شايله السيف ده قالت لها السيف ده مجرد لعبه فضلت بتبص عليها بصات غريبه طبعا إبارة لابسة لبس عادي وكلهم كانوا بيتكلموا عليها وقالوا هي مش متنكرة وكأنه مفيش مهرجان أنا كنت فاكرة إنها مش هتيجي أصلا ودي رئيسة الفصل وقالت لإبارة سمعت إن أنت جبت أغراض لازم تديني الفاتورة علشان أديكي فلوسك إبارة قالت لها لا مفيش مشكلة هنا قالت كلهم غريبين إزاي حقنهم إن هما يشتروا النسخ دي أكيد هيكون عليهم صعب طبعا هنا كان هوتارو بيكمل مهمته وما اي حد بيشتري منه راح للشباك وفضل بيبص هما بيعملوا ايه وطبعا بيصفق لهم علشان هو كسول هنا فجأة جاء شخص وكان متنكر بالشكل ده هوتارو قال ايه ده هو ايه اللي بيحصل هنا وقال له وانت بتعمل ايه هنا قال له هوتارو مش شايف انا ببيع المختارات وقال له خلاص انا هاخد نسخة هوتارو طبعا اتفاجئ قال زبون جاء عندي ولازم اتعامل معاه كويس أخذ النسخة وقال له أشوفك بعدين هنا طبعا تشتاندا كانت كمان بتبص أصلا عجبها الأجواء وجدت البنت دي بتصورها كل صورة مختلفة عن الثاني وطبعا تشتاندا مش فاهمة أي حاجة هنا راحت وفضلت تبص عليهم وده قال ممكن تنضمي للنادي بتاعنا قالت إيه ده هو إيه اللي بيحصل في المدرسة دي مش للدرجة دي يعني وكل واحد متنكر إلا تشتاندا وإبارا وهوتارو وساتوشي لأ كان متنكر رايح في اجواءهم وقال لهم في نادي الكلاسيك واكيد هتحبوه والبنت دي قالت له بجد قال لها طبعا وكمان نادي غريب هنا تشتاندا جت عند هوتارو وقالت له كنت فاكره ان الموضوع سهل بس بصراحه صعب جدا انا بجد تعبت هوتارو اتفاجئ منها قال هي بجد تعبت زي انا اصل هوتارو كان تعبان جدا وحاسس بملل كبير قوي وقالت له واحنا هنعمل ايه دلوقتي قال لها مش عارف زي زيك وقالت له خلاص لقيتها اصل سمعت انه في واحد في المجلة هيطرد ولازم اروح عنده هو قال هي بجد بنت نشيطه ازاي بتقدر تعمل كل ده وجات عند الشخص ده طلبت منه أنه هو يعمل لهم اعلانات وقال لها بصراحه انا خلاص هنتقل للسنه الثالثه وما عنديش اي شغل هنا واعتذرت منه قال اصلا هم جهزوا القائمه قبل بيومين وقالت له مستحيل يضيفونا يعني قال مش مستحيل بكره هتكون في صحيفه المسائيه محتواها جميل جدا وبتعمل قصص جميله كمان يمكن تعجبكم تيشتاندا شكرته ساتوشي عرف انه في مسابقه بكره هتكون بس خاصه بالطبخ وده قاله حنشوف هنشوف مين اللي حيفوز طبعا هوتارو كان بيبص على صور تيشتاندا من غير ما هي تعرف فجأة جاء ساتوشي وقال له أنا بجد تعبت بس بصراحة عملنا حاجات جميلة جدا وأكيد هنستفاد وبعنا كمان النسخ البنت دي قالت مش عارفة ليه بيضيعوا وقت وبيعملوا اعلانات لنسخ المخترات لنادي الكلاسيكي ابارة كانت بس بتبص عليهم مش عارفة هتقول ايه وقالت اصلا مفيش حد بيقراها بس مضيعة الوقت ابارة قالت هو هعمل ايه ازاي هيصدقوني ازاي هقول لهم ان دي مسرحية وكلهم كانوا بيحبوها قبل 45 سنة راحت وقالت لهم ازاي بتقولوا مضيعة الوقت والبنت دي قالت لها انا اللي قلت كده في حاجة يعني وقالت هو انت بتقولي ازاي انها مضيعة الوقت وقالت لها اه بس اللي بيكتبها هو اللي بيقراها كمان اي حاجة قديمة بتبقى قديمة وبتيجي حاجة جديدة دي هي التحفة وقالت لها انت غلطانة التحفة بتقول التحفة اصلا هو انت ما تعرفيش قالت لها انت ما تعرفيش اصلا اختيار الزمن وده رأيك أنتي إبارة قالت لها أنت غلطانة دي مسألة خبرة أصلا هنا قالت هو وأنت قريتي مانجا يسمى جثة المساء اللي كانت في قبل السنه في مهرجان الثقافي اتلا ما شفتهاش هنا هتلاقي إبارة بكره حجيبها لك ولو ما اقتنعتيش خلاص مش هقول اي حاجه هنا قالت ازاي هخليهم يشتروا دلوقتي النسخ وابتدوا يجوا الزبائن اباره كانت مبسوطه هنا جاء عندهم ساتوشي وقال لهم بجد احنا عملنا جهد كبير قوي واكيد هننجح قال له دي البدايه هو انت ليه مكشر كده هو طارو قال له ليه مكشر انا اصلا زهقت ولازم اروح انام هنا تشتندا قالت لهم في حاجه اثرت انتباهي هو طارو قال لها ايه قالت له خلاص ما تهتم اصلا انا ما هنا قال لهم ساتوشي تقدروا تشاركوا معايا في مسابقة الطبخ تيشتاندا قالت له أنا موافقة إبارة قالت له أنا كمان موافقة ساتوشي قال لهم أكيد حنكون أقوى فريق وحننجح في الفقرة دي كمان هنا تيشتاندا راحت علشان تاخد الصور ولقيتهم في الجواب ده طبعا استغربت وقالت هو هو انت شفت ولما جاي يتكلم اتكسفت وقالت له خلاص انسى الموضوع أصله هوتارو كمان اتكسف وقال كويس انها غيرت الموضوع ابدا لما راحت البيت ملقتش الكتاب اللي بتدور عليه وقالت هو انا ممكن اخد الكتاب ده كبديل بس رجعت بتدور على النسخة اللي هي عايزاها في كل مكان وملقتهاش قالت هو انا حامل ايه دلوقتي ازاي حقنام انه نسخ المختارات لنادي الكلاسيك من افضل النسخ والحد هنا بيخلص الملخص بتاعنا ما تنسوش الضغط على اللايك والاشتراك بالقناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد سلام